تمام. فاللي هيتكرم ان شاء الله هيجي طبعا لظروف الشيخ عبد الفتاح كتر خيره، ان احنا تعبناه وهو يعني اثقل على نفسه وجه، فهو بنستسمحكم طبعا ان هو هيكرم الناس وهو قاعد تمام. فكل فرد هيجي ما يشغلش دماغه حد يصوره، سواء صوت سواء فيديو سواء كل حاجه. الجعبري موجود اهو، واخد فلوس كتير الحمد لله، فان شاء الله ما حدش يشغل دماغه باي حاجه. الفيديوهات موجوده والصور موجوده وكل حاجه تمام. جد تقله؟ لا كده هنبيع المعهد عشان نعرف نسد. والآن مع تسليم شهادات الدورة 20 لمعهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين، هنبدأ ببنتنا الغالية طالبة ندى محمد سمير محمد. الابنة الغالية انجي محمد سمير محمد. الطالب عبد الرحمن محمد سليمان محمد. كلنا طلاب يا شباب، مفيش حد هنا بيتخرج بنسميه قارئ، كلنا طلاب وما زلنا طلاب. ومناسبة اللي اتكلم، احنا لما بنعمل الشهادة بنكتب فيها الطالب، لان احنا ما اديناكش حاجة من العلم، احنا ادينا لك كشور من العلم. يعني عرفناك ان في علم اسمه الاحكام، وعرفناك ان في علم اسمه مقامات. وانا بشبه دايما اللي احنا بنعمله بواحد بيبني برج سكني او بيبني عمارة. احنا كمعهد حفرنا وحطينا الاساسات وبنينا لك دور واثنين، انت ابني 50 دور بعد كده. فده بس ردا على اللي قال ان احنا الشيخ او القارئ، لا احنا ما زلنا كلنا بنكرم طلاب حتى لو عندك 50 او 60 سنه. نكرم الطالب عبد الستار ربيع عبد الستار تعيلب. نكرم الطالب ياسين أحمد عبد المنعم عصر. الطالب أحمد شريف محمد طه. عايز أسمع تشجيع لكل واحد يا شباب. ماشي ماشي، حصل خير حصل خير حصل خير. بس بسيطة بسيطة، هو يعني شغل الزناشلة ده مش علينا. بس يلا صور معي. دي أول زغروطة في تاريخ معهد الطاروط. حسستونا كده بالدكتوراه. يبارك لك فيه يا رب إن شاء الله. نكرم الطالب عبد المنعم مسعد عبد المنعم محمد. شرفتنا يا شيخ عبد الملك. امسك البرواز يا سيد. يلا يا جعفري صور معانا كمان. نكرم الطالب يوسف هاني عبد الرحمن رمضان. البطل بتاع الدورة ديت ونجم الدورة دي اللي هسمع له تحية هترج معهد الطاروطي، الابن الحبيب زكريا يحيى زكريا عبد العزيز. مبروك. يلا صور صور.
كمان تحية لزكريا. الطالب أحمد محمد عزت عبد الحميد. بعد الشكر والتقدير لأستاذنا الحبيب الأستاذ الدكتور السيد عبد المجيد، نكرم الطالب محمد أحمد محمد أحمد. الطالب مصطفى رضا مصطفى إبراهيم. جاءنا من الصعيد الجوالي الطالب معاذ عبد النبي دياب أحمد. تحية للصعيدة يا شباب، تحية للصعيدة. استكمالا للصعيدة حبايبنا، نكرم الآن الطالب عبد الله أحمد إبراهيم حسن. الطالب فارس أحمد رضا محمود. ادي الشيخ يا مولانا بالقلب القهوه دي. فين الجواب؟ اسمك يا فارس؟ ازيك يا عم فارس؟ انت فارس بلا جواب. الطالب محمود أشرف محمود عبد الغني. الزناكلة مسمعينا النهاردة اللي ما سمعناهوش قبل كده كمان. ربنا عنا عليه الدورة دي والحمد لله عدت على خير. أشقى واحد في الدورة دي مين؟ يبقى كده معانا عمار وفوزي يلعبوا على النهائي. نكرم الطالب فوزي محمد فوزي. اللي بتزغرط دي فكرونا نديها وجبتين. نكرم الطالب خالد حامد رمضان حسن.
إلى محافظة المنوفية بلديات مولانا الشيخ محمد رشاد زغلول الغالي الطالب المنوفي الوحيد اللي معانا عشان يقوم لوحده، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمود. الطالب محمد الشحات صلاح صالح. الطالب أحمد محمد محمد إبراهيم عفيفي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طالب محمود عبد الحفيظ أحمد عبد الرحمن، تحية يا شباب. الطالب محمد علي إبراهيم علي. محمد فين؟ محمد فين؟ راح فين جري؟ ده أنا شايفه الصبح. من الصعيدة برضو الحبايب فضيلة الشيخ، وده اللي شيخ لأنه شيخ بجد وقام وقعد هو عشان عرف نفسه. مدرسة مولانا الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه، الشيخ مصطفى محمود محمد عبد الموجود. الشيخ مصطفى اصلا رجل اعمال واكتر واحد محفظته مليانه وبينساها في كل حته. بكلم الشيخ مصطفى بقول له يعني سمعتك في المقطع اللي انت كنت مسجله، اعتقد كان اخر الكهف مش كده؟ انت تفاجأت بالمقطع الجميل ده. تمام، يعني عمل مشاهده قد ايه عندك هنا؟ طيب استاذ جوده، مقطعه عمل ايه عندنا على صفحتنا؟ يعني اعتقد ان بفضل الله تعالى اي حاجة بنرفعها على صفحة المعهد او على صفحة الشخصية اعتقد هي بتبقى نقلة كبيرة جدا لاي قارئ او لاي طالب هنا موجود. اعتقد ان دي يعني حاجة محفزة وداعمة، وأتمنى يبقى فيه إكثار من مثل هذه المقاطع القرآنية حتى تلفت الأنظار إليك، فكل الناس اللي وصلوا للتلفزيون ووصلوا إلى القراءة أمام سيادة الرئيس كان أساسهم من هنا، أحمد تامر وعمر أشرف
وكل الناس اللي قرأوا أمام سيادة الرئيس كان أساسهم من معهد الطروطي، ودي نقلة كبيرة بالنسبة لهم. ربنا يفتح عليك يا شيخ مصطفى، وألف مبروك على تخرجك. بعد إذن فضيلتك يا سيدنا، طبعا أنا جيت والله من الصعيد إكراما أول حاجة لأبوي رحمة الله عليه. أبوي توفى من سنتين تقريبا، وأبوي كان يحب الأزهر جدا، وأنشأ في قريتنا 5 معاهد أزهرية، هو اللي أنشأهم. راح ليبيا وجاب فلوس، يحب أهل القرآن جدا، وكان يحب سيدنا الشيخ عبد الفتاح جدا، ويحب أي حد يحب القرآن. ولما أنشأ المعاهد الأزهرية أتهم كثيرا من أهل البلدة، ولكن لما شافوا الصرح والمعاهد الأزهرية كل الناس إلى الآن تذكروا بطيب الكلام ويدعو له. وأنا أهدي هذا إلى أبوي رحمة الله عليه، ربنا يرحمه ويجعله إن شاء الله من أهل الجنة. مبروك يا حبيبي، ربنا يرحم والدك بحبه للقرآن وبتوجهك للقرآن. ودي لحظة وفاء ذكرتني يا شيخ مصطفى وأنا راجع من التكريم قدام سيادة الرئيس وأنا عامل البث المباشر. أول حاجة قلتها بأهدي هذا الوسام إلى روح أبويا، وكأني بتذكر نفس المشاعر مرة تانية، ويغلبني البكاء وتغلبني الدموع، لأن فعلا أعظم واحد يهدى إليه كل نجاح وكل فلاح في حياته هو الأب، لولا أنه غرس فينا حب القرآن، ولولا أنه يعني محب للقرآن ووجهنا للقرآن ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فدي لمسة وفاء منك حقيقية وطبيعية، وهي موجودة فيه وموجود في كل إنسان وجد ثمرة القرآن ونجاح القرآن. فربنا يبارك في عمر أبائنا إذا كانوا موجودين، ويرحم أبائنا إذا انتقلوا إلى رحمة الله تعالى. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، أكرمهم بالقرآن في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. الطالب إسلام حمدان حامد محمد فرج. تحية للدكتور إسلام يا شباب. نكرم الشيخ محمد حسن البنا العزيزي. في ناس معينة اللي أنا بكون عارف إن هو على علم ودارس لأنه تلميذ الشيخ. بعد ما حضر معنا دورة الإنشاد وحضر معنا الدورة 20 لإعداد القراء المبتهلين، وهيكون معنا في الدورة 21 لإعداد القراء المبتهلين بعد إصرار والده إن هو ما يخرجش بالمعهد ده أبدا إلا لما يتجوز، الطالب عمار أحمد محمد محمد. حيوا يا شباب. تحية لعمار. من المواهب الطيبة اللي أنا كنت أتمنى أن أنا أسمعه النهاردة، بس عمل علي أن هو بقى صوته وجعه وتعبان شوية، ابننا الحبيب الشيخ عصام رياض. عصام رياض عشان تعبان شوية بقى. ما غير يحصل. لا عصام رياض تربيع.
مين يا صاحبي؟ العقدة. العقدة ربنا فيك يا وبديتك. كريم الطالب عبد الله محمد سليمان محمد. طالب إبراهيم عبد الرحمن مدبول إبراهيم. من أرض سيناء الحبيبة، شرقاوي الأصل لكن مقيم في سيناء، تحية لسيناء. الطالب أحمد محمد محمد أيوب، حيوا يا شباب. بخصوص الكلمة اللي قالها الأستاذ جودة، سيناء اسم غالي على القلوب. سيناء إذا ما ذكرت ذكرت التضحيات، سيناء إذا ما ذكرت ذكر دماء الشهداء، سيناء هي مصر ومصر هي سيناء. فيا أهل القرآن، أيها المثقفون، أيها العلماء، أيها الشباب، يا كل من وطئت قدمه أرض مصر المباركة وعاش عليها وشرب من نيلها، اعلموا أن هذه الأرض لا يمكن الاستغناء عن شبر فيها، ولا يمكن التنازل عنها ولو كان ثمنها أرواحنا جميعا. كلنا جنود للدفاع عن هذه الأرض العظيمة، الأرض المباركة، الأرض التي تجلى الله فيها على كليم الله موسى. فيها جبل الطور، حين قال سيدنا موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اعرفوا قدر هذه القطعة المباركة من مصر، واعلموا أن ما يدور حولنا من حرب ومن تدمير ومن إزهاق للأرواح ودماء أحبتنا وإخواننا الفلسطينيين ليس المقصود هم، ولكن المقصود هي سيناء. فاعلموا هذه هي خطة اليهود، وهذا دأبهم دائما، والذي قال فيهم الحق سبحانه وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. لعنهم الله وصب الله عليهم غضبه وسخطه، فاللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم انتقامك يا ذا الجلال والإكرام، وارحم شهداءنا من أهل فلسطين.
اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اشف مصابهم، اللهم احملهم، اللهم حصنهم، اللهم وفقهم، اللهم سدد رميتهم وارفع رايتهم وحقق غايتهم وانصرهم على أعدائنا وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. واحفظ مصرنا بحولك وقوتك، واحفظ رئيسنا وأيده بنصرك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل مصرنا في أمنك وضمانك وإحسانك إلى يوم الدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. الله يفتح عليك يا مولانا. جاءنا من محافظة الفيوم فضيلة الشيخ مجدي السيد سليم عبد الحميد. أنا لما بقول على حد الشيخ، لأن الشيخ بيقول أنت تنزلت عن الطالب، فأنا بكون عارف أن مدام قلت شيخ يبقى أنا متأكد أن هو خاتم للقرآن ومجود للقرآن. وأنا أعرف أن الشيخ مجدي كمان معاه أكثر من رواية في القرآن الكريم. تحية للشيخ مجدي وتحية للفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا جيت المعمد معهد هذا المعهد هذا الصرح العملاق من زي ما بيقولوا كده بالبلدي من صيت وسمعة الدكتور عبد الفتاح. والله هذا الكلام لا ابتغي به عرضا للدنيا، وهذه شهادة حق ألقى الله سبحانه وتعالى بها. الدكتور عبد الفتاح لو حسبناها بالورق والقلم كده، انا راجل مهندس، لو حسبناها بالورق والقلم هنلاقي الدكتور عبد الفتاح خسران فلوس بس كسبان اجر وثواب عند الله. فنحبه ونجله ونقدره لاخلاقه ولخدمته لكتاب الله سبحانه وتعالى، لان نحن راينا من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن كرمه وفضله وجوده، وفتح لنا أبواب كتير حتى وإن كنا يعني نقطة صغيرة، فتح حاجات كتير. ناس بتقدرنا وبتحترمنا مش عشان شغلنا ومش عشان اللي معانا، لا والله عشان كلمتين بنقولهم من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو عشان إمامة في صلاة أو في غيره. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. كلمة أخيرة للدكتور محمد، بأن أنا خريج جامعة الأزهر، فأنا بأحترم نعال أي حد من جامعة الأزهر ومن خريج الأزهر الشريف، وهذا المكان له على رأسي وفي قلبي الكثير والكثير لما لا، فهو الجامع الأم لي وهو ذات الفضل علي. فهذا الرجل والله أحببته منذ أن رأيته. الطالب محمد عامر إبراهيم السيد. كل ما يقابلني في الراحة في الجاية يقول لي احنا اخوات، احنا اخوات. انت اسمك جودة محمد جودة، وانا اسمي يوسف محمد جودة. نكرم الطالب يوسف محمد جودة علي. تحية لأم يوسف، مش ليوسف، تحية تحية. لا لا عشان خاطري ما تسقفوش.
مين؟ عمار أشقى واحد في الدورة. وقد قيل يا مولانا نكرم الطالب عمار محمد بكر إبراهيم. إيه بقى سر الشقاوة دي بقى يا أستاذ؟ لا ده انا بحبه والله عارف ان انا بحبه. لا لا عمار عسل ان شاء الله. انا عاوز اعرف انا يا عمار كل يوم انت على حشني بقى كل بقى ايه مش عارف ايه ايش انا بتعرف فين عبد الله فين ها ما تقول لنا كده يا استاذ جوده يا مولانا بيعمل فيهم ايه الشقاوه بتاعته ده بالعكس ده على فكره انا عايز اقول لك عمار من اكتر الناس المتعاونه بجد حقيقه والله وعم يحيى لما يبقى مش موجود بيغطي مكانه تمام حصل يعني مشروع قارئ ومبتهل واهواجي وصفراجي ومدير معهد كل حاجه كل حاجه الشيخ عمار حي الشيخ عمار عشان بحبه والله الدكتور عبد الله محمد محمد عبد المنعم حيو في معانا بعض الزملاء لظروف الدراسه والامتحانات والكلام ده مش موجود بس هو حقه علينا ان احنا نذكر اسمه عشان يبقى برضه ضمن الفيديو من ضمن المكرمين يعني الاخ الحبيب والكابتن بتاع الدوره دي كبرنا فضيله الشيخ علي جابر محفوظ عبد العزيز من أنشط الناس في الدورة وعلى طول مركز عمري ما في يوم لقيته مصبي ولا نايم ولا متأخر حبيبنا الغالي فضيلة الشيخ إسلام بحيري إسماعيل بحيري حيو هو موصيني على المقدمة دي بقاله شهر فكهة الدورة معانا الأخ الحبيب الشيخ أدهم محمود الدسوقي صادق حقيقة أنا يعني شايف في أدهم مشروع قارئ محترف كويس حساس في القراءة وعربه جميلة وتفاعله مع الآيات تفاعل إيجابي كويس قوي أنا بقول كلمة وأنا يعني أتحملها عندك كم سنة يا أدهم؟ 18 خلال من 5 إلى 7 سنوات انتظروا أدهم قارئ في إذاعة القرآن الكريم ده اكتشاف وثقتي في إن القارئ مدام ربنا أعطاه ملكة الإحساس والأداء الراقي وحفظ القرآن الجيد والأحكام المنضبطة أعتقد يعني القراءة اللي سمعناها يا عم الشيخ محمد كانت جميلة موفقة يعني أنا لم أخذ فيها غير ملحوظة أول مرة حبيت تقلدني فيها
في مقام الرصد وقالوا الحمد لله، فحصل ايه غنى في الميم هنا كده بس، لكن التلاوة كلها بالكامل جميلة، مخارجها كويسة، نغمها كويس، تصويرك النغمي كما استشعر دكتور حسام كان ممتاز. فأنا فخور بيك وأتمنى لك التوفيق. كنت إنسان مجتهد طوال الدورة، ملتزم مستقيم من المعهد للمسجد ومن المسجد للمعهد، وده دأب الإنسان اللي يجي يتعلم لازم يلتزم بالعلم، زي ما سيدنا الخضر ألزم سيدنا موسى بالأدب والالتزام، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فأدب التعلم مطلوب جدا عشان الوصول إلى الغاية وإلى تحقيق الهدف. وأنا بأشكر أستاذنا الحبيب الأستاذ عبد الوهاب شعبان، بكاؤه كتير جدا وانت بتقرأ دليل فرحته بأنك إن شاء الله دي نقلة نوعية بالنسبة لك، وهيكون لك إن شاء الله ما نفخر به جميعا على مستوى مصر والعالم الإسلامي. عايزك تشارك في المسابقات القرآنية، هتثقلك أكتر وهتكون لك فاتحة خير داخليا وخارجيا، وإن شاء الله تجهز نفسك كده. أنت لك جيش ولا حاجة؟ لا يعني أنت وحيد؟ يعني مش هتؤدي خدمة عسكرية؟ إيه؟ هتؤدي الخدمة العسكرية. أنت خلصت دراسة ولا لسه بتدرس؟ تالتة ثانوي. يبقى قدامنا إن شاء الله تخلص الجامعة، تخلص الخدمة العسكرية، شرف طبعا لكل من يخدم في مصر، واللي ما قداش الخدمة العسكرية دي اتحرم من تربية الرجال ومن مدرسة بيصنع فيها الرجال. وبعد كده إن شاء الله تكون عينك على إذاعة القرآن الكريم، لأن بقول لك إن شاء الله هيكون لك شأن عظيم إن شاء الله. شرفتنا يا شيخ أدهم. ربنا يخليك يا دكتور، شرف لي حبيبي. ربنا شهادتك. مبروك يا حبيبي. زي ما انا قدمت في فقرات الحفل وقلت ان شاء الله احنا بنتوقع له انه يكون مشروع دكتور على نهج استاذنا الدكتور السيد عبد المجيد، وانه يبقى قارئ وعالم زي فضيله مولانا الشيخ الطاروطي الابن الحبيب الشيخ مدثر اشرف مصطفى حافظ. احلى تحيه. تحيه يا شباب. على فكرة هي دي رجولة منه، بيعمل كده معانا كلنا. بس يلا خلاص ما سبقك بيها. طيب يلا سيبوا بقى ياخد الصوره. يلا يلا مدثر تصور تاني. حيوا مدثر تاني يا شباب، حيوا مدثر. هتلف الايام وكلنا كنا هنقول ان احنا زميلنا مدثر في يوم من الايام. نكرم الأخ الحبيب الطالب محمد سالم عبد الجواد سليمان، جاءنا من محافظة كفر الشيخ. نكرم الطالب معاذ إبراهيم عزازي محمد. من الكيان فجوز.
عارف مين البطل ده؟ سليمان خاطر. مين البطل عندكم في كام؟ ثالث ثلاثة. تحية لروح الشهيد البطل سليمان خاطر من الجهاد بلد. ثالث عارفين سليمان خاطر؟ ها؟ اسمه معروف بالنسبة لكم يعني. ثالث ثلاثة بعد ندى وإنجي، ثالثهم الأخ الثالث أحمد محمد سمير محمد حيو. تحية لوالدهم اللي معاهم كل يوم الثلاثة من أول ما يبدأوا لحد ما يخلصوا. موجود 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 متواجد يوميا معاهم طوال فترة الدراسة، بيجيبهم الثلاثة وينتظر حتى ينصرفوا. والدتهم فين؟ فين والدتهم؟ تفضلي. تعالي يا ندى، تعالي يا انجي، يلا يا جعبري بفلوسنا يا جعبري. انا بهزر يا شباب والله. يلا 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 جميعا. حضرتك اساسي يا استاذنا الدكتور. حضرتك اساسي يا استاذنا. اتفضل اتفضل. مش حبايبنا كده كله جاي يا جعبري. استاذنا الدكتور سيد يا جعبري انا بس. اتفضل 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 استاذنا الدكتور سيد كله جاي. يلا حبيبي خليك بس. تحية للأسرة القرآنية جميعا. انا سايب الشيخ ظريف للاخر عشان اقدمه براحته، ما تتوترش يعني بمزاجي يعني. الشيخ عمر خامت صوته من أجمل خامات الصوت اللي سمعناها في السنين الأخيرة. الشيخ عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز. الشيخ عمر ما شاء الله خامت صوته خامة نادرة. جميل. يا نهار أبيض. أطمئن على 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 أولادنا كده وأستبشر خير. حاضر. إن عندنا نماذج مشرفة. أحمد سمير ما يقلقش وعم ظريف ما يقلقوش عشان نعرف زمانهم دلوقتي كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن.
لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. كرم الطالب أحمد أشرف محمود والي. صفت الزرية يا بولا سألوش رغم الله تعالى لنا ختامه مسك الأخ الحبيب اللي شرفنا ونورنا على مدى شهرين هو ملك الحجاز عشان سيد حسام ما ياخدش علينا اللقطة يعني الأخ الحبيب الشيخ ظريف محمد محمد عطية وفي رواية أخرى حجاز السكن وفي الإقامة وفي بس ما تدوسش قوي يعني خلينا بينا من بعض والله يعني قضينا وقت مع بعض في المعهد وفي السكن وقت جميل والله يعني كنا بنقرأ مع بعض وكنا بنروح نصلي الفجر وكنا نطبق مع بعض لا 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 استر استر يلا لسه عايز اقول حاجه عن الشيخ عبد المنعم الشيخ عبد المنعم يكفي انه من دمله بلد فضيله الشيخ عبد الله عزب رحمه الله عليه تحيه لفضيله الشيخ عبد الله عزب امام مسجد السيده زينب رضي الله عنها وارضاها واللي كان نورنا هنا زمان رحمه الله عليه الشيخ عبد المنعم يعني هو متحدث كويس مش كويس قوي بس يعني ايه باللغه العربيه انا وانتوا على الله يعني الجعبري يستر علينا نروح كلنا في ده استنى بقى ناخد الشيخ ظريف نكرمه الاول عشان لو هتسمع كلمه ماشي يلا
هبتنا راحت وسط الدهشت. ربنا يستر. حاسب السلك وانت نازل في الكعب. عارف هتقول ايه؟ ظروفها بقى. النبي الناس اللي بتصور تستر علينا والنبي. قول يا شباب يلا بقى. نظام السكن هنا والله العظيم جميل جدا. برشح اصلا لكل اللي بيجي الدوره هنا شرقيه او غيره انه ياخد نظام سكن، لان مثلا لما المحاضره بتخلص بتاع الشرقيه بتاع اي مكان يعني بياخد بعضه ويروح، ممكن ما يطبقش على المقام. فوق كنا بنطلع نقعد في اوضه سيدنا الشيخ علي او بنقعد في اي مكان، والله كنا بنقعد نطبق على المقام، ما كانش فيه اي تاخير خالص ولا اي حاجه، وكنا اخوات واصحاب مع بعض. ما لحقناش نتعرف مع استاذ جوده كويس، بس ان شاء الله يعني متعوضه ان شاء الله، وجايين تاني ان شاء الله. المعهد بتاعنا الدنيا جميله هنا والله. طبعا لو غاب الشيخ محمد عبد الكريم فالشيخ عبد المنعم موجود. حيو الشيخ عبد المنعم. هو احنا هنكتفي عشان كده الحمد لله ربنا سترها باللي فات يعني. طب احنا وانتوا على الله بقى. في بقى حاجة لقضه هنا سيد حاجة عايز جنة فعلا. عايز اوجه لحضرتك الشكر والله. قبل ما الدورة بتاعتنا تبدأ كان في ليلة انا واخويا مصطفى فتح الفيس عيطت عياط بسبب فيديو لحضرتك، اللي هو حضرتك وصيت وصية ان الدار دي تفضل موجودة. ربما هو كان شعور بدنو الأجل، لكن بارك الله في عمرك وارزقك الصحة والعافية والإخلاص والقبول وشفاعة سيدنا الرسول. ربنا ينفعنا بعلمك يا رب يا سيد يا رب. حيو الشيخ عبد المنعم. الشيخ عبد المنعم يعني أنا 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 ذكرت نفس الكلمة ديت هنا النهاردة لما قلت المعهد ده أمانة في رقبة القائمين عليه وفي رقبة المدرسين وفي رقبة أولادي. أنا عاوز المعهد ده يعني ربنا يكتب له الخلود، أنه ما يبقاش قائم بوجودي أنا فيه. لأن أنا يا جماعة يمكن أنتوا شفتوا أنا لما حصلت للظروف الصحية ديت المعهد ما تأثرش، المحاضرات قائمة والاستفادة قائمة وأساتذتنا مغطيين مكاني وزيادة. وأنا مبسوط للتجربة ديت عشان أنتوا شفتوا بعينيكم إن ما ينفعش المعهد يبقى قائم على فرد. تعرفوا أن أنا في بداية المشروع كان عندي استعداد أدي أحكام تجويد وأدي مقامات صوتية وآداب وأخلاق والتطبيق العملي وأول آخره، يعني واخدها بنا وفعل ومناول وفحت وردم وكلام زي كده. بس حتى ولو كان عندي الكفاءة إلا أن أنا دائما أؤمن بالتخصص، أؤمن أن كل واحد في مجاله يستطيع أن يؤدي أفضل وأحسن. لذلك أنا اخترت لنفسي قسم بناء شخصية القارئ المحترف، يعني أخذ خلاصة ما يقوله الدكتور حسام والدكتور كحيلة والدكتور طه والدكتور سيد من خلال التجربة اللي أنا عشتها طوال أكتر من 45 سنة. يبقى أنا بديك الإيه بناء شخصية القارئ المحترف. لكن دائما أنا أؤمن بالتخصص، لأن مش هقدر أقول زي ما الدكتور حسام يقول، ولا هقدر أقول زي ما سيدنا الشيخ محمد رشاد يقول، ولا هقدر أقول زي ما الدكتور سيد عبد المجيد هيقول، لأنني أؤمن إن كل واحد في مجاله هيأدي أفضل وأحسن. وبدل ما الواحد فينا كده يبقى هو اللي شايل كل شيء على عنقه، لا، احنا بنفرق الاحمال ديت على مشايخنا، فكل واحد يؤدي عطاء اكبر واعظم من العطاء اللي انا كنت هأدي فيه. ربنا يكتب لهذا المكان الدوام والبقاء والخلود ببقاء القرآن ان شاء الله.